لابد أن يكون من الواضح للجميع أن نماذج التأييد التي قدمت تأييدا لطلب الترشح المقدم من السيد عبد الفتاح السيسي كانت تعبيرا أقرب ما يكون إلى الدقة عن جمهورية مصر العربية. من خلال عمليات الفحص، أعود خطوة إلى الوراء مع حضراتكم، من خلال عمليات الفحص التي أشرت إليها الآن، كنا على حرص شديد ونحن ننتقل من الفحص القانوني إلى التصنيف كل محافظة أن تكون العينة الخاصة بكل محافظة معبرة عن جميع المراكز بل والقرى التابعة لهذه المحافظة بالنسبة للمحافظات اللي فيها مراكز أو قرى. ومن ثم العينة التي تقدمنا بها هي تعبير رمزي برسالة شكر واضحة من طالب الترشح السيد عبد الفتاح السيسي إلى جموع المصريين ممثلين فيما قدم من نماذج تأييد، بحيث يصح القول أن كل مراكز جمهورية مصر العربية أو كل القرى تقريبا أصبح لها نموذج تأييد الآن في الهيئة الوطنية للانتخابات من بين العدد الذي تقدمنا به. ليس هذا فقط، وإنما أيضا من خلال عمليات الفحص كان لدينا حرص شديد على أن نتقدم بعينة ممثلة لكل الفئات العمرية في المجتمع المصري. وربما يعني البعض قد يتعجب أن أقول أننا وضعنا معيارا يتعلق بكل سنة منذ سنة 1918 حتى سنة 2000، لأن لازم أقف عند شهر يناير 2000 علشان السن اللي أنا قلته لحضراتكم. حاولنا قدر الإمكان أن تكون كل سنة فيها نموذج تأييد على الأقل، يعني مواليد سنة 18 يبقى فيه نموذج تأييد، لو كنا قد صادفنا أثناء الفحص مواليد 19 يبقى فيه نموذج تأييد، وهكذا كل سنة من هذه السنوات. وأيضا كان هناك حرص كما قلت على أن تكون كل الفئات العمرية في المجتمع المصري ممثلة في العينة المقدمة كتعبير رمزي ورسالة شكر واضحة من طالب الترشح إلى كل المجتمع المصري في هذا الصدد، سواء أولئك الذين حرروا نماذج تأييد أو أولئك الذين لم يحرروا نماذج تأييد. بعد ذلك أنتقل بحضراتكم سريعا إلى إشارة وإطلالة على المستندات التي كنا قد تقدمنا بها رفق طلب الترشح. وهذه المستندات تحديدا فضلا عن نماذج التأييد والتزكية مستخرج رسمي من شهادة الميلاد الخاصة بطالب الترشح، وكذلك تقدمنا بصحيفة الحالة الجنائية الحديثة التي استخرجها طالب الترشح، وتقدمنا أيضا بصورة من بطاقة الرقم القومي الحديثة الخاصة بطالب الترشح، تقدمنا أيضا بإقرار الذمة المالية الخاص بطالب الترشح وعلى النحو المحدد في قانون الكسب غير المشروع.